قدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب التهنئة للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وذلك في مكتبه بمقر مجلس الشيوخ. وأكد عبد العال أن رئيس مجلس الشيوخ شخصية سياسية ووطنية وقانونية كبيرة، ويعد إضافة حقيقية للحياة السياسية في مصر، مشددا في نفس الوقت على التعاون الدائم والمستمر بين المجلسين. ومن جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق عن شكره لمجلس النواب وأمانته العامة لما بذلوه من جهد مضني في دعم مجلس الشيوخ في مرحلة التأسيس.